ان يعني شخص كان يشتغل على البلكونه يرتب الاشياء على البلكونه من رتب الاشياء في شخص ظل يعني قال شغلك انت ترتب الاشياء روح عنا فجأة قالوا ان الشخص طايح بلغوا الشرطه هم الساعه 7:55 دقيقه تقريبا وصلنا هاش ان الشرطه طبعا طايحه وبلغنا الضابط من هناك وخلينا باللازم في